Welcome to the عدس ومقلب. كأنك يلا خلينا نجرب. شو هو البيبي طبعا؟ طيب. عبالك عبالك طعم بيض. بيض مجفف. طعم طبيعي طعم. طبعا هي من التصوير للموستشر للحليب. وما يبي يسوي فينا في شيء يا رب في الأشياء جفاف. زين ليش هيك طيب؟ سبايسي نعم بينك الحين قبل ما كان هي كنت شاب تقريبا الطعام تطلع something you give to tiny tiny بس انت I don't do that tiny اوه سبايسي يعني تقريبا نفس المكسرات اللي عندنا والكازات بس يعني خالين عليهم الهندي ستايل مسويها سبايسي طيب لا ما عندي مش عارف تجاوب شيرز يعني عفوا صعب اللي نقول ان دي اكل حار بس شوف هذا يعني فاضي او ما لي طعم نهائيا نو حلوة بس طعمها يعني ما ضايق من قبل كل شيء مميز يعني كلش دهينة ونفس الوقت خفيفة بس طعمها كلش طيب كلش طيب سبايسي ولا لا؟ لا اكيد حلوة بما كل شيء انت سبايسي بس هاي لا سبايسي طيب الكلام محمد احمد شو الكنافة؟ كنافة طبعا كنافة قد ايش اصلا بالبداية اي طيبة طعم كلش حلو يعني انتهينا فيها طيب بس مو صغير طعم كلش طيب وخرب الدايت